كير إبراهيم فاعل جمعوي بجمعية رؤية للتنمية والتواصل عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان. اليوم أنا بصيفتي هنا كشاب ممثل صوت الشباب اللي كل اليوم كيعبر على الرفض ديالو القرار اللي أخذه الرئيس التونسي باستقبال واحد الكيان وهمي بالنسبة للشعب المغربي، وقرار حكيم بسحب السفير المغربي اللي كنتمناو أن يكون واحد التصعيد بطرد السفير التونسي من على الأراضي المغربية، لأن هذا النظام المنقلب المنعدم الشرعية، رئيس أغلق البرلمان أغلق كل ما هو ديمقراطي، فعادي أن نجده اليوم يستمد شرعية من لا شرعية له من دول وهمية. اليوم قرار طرد السفير التونسي وقرار هو قرار سينصف جميع المغاربة، وأن هذا النظام لا يمثل الشعب التونسي، الشعب التونسي الذي كانت تربطه علاقات وطيدة بالشعب المغربي لا يمكن أن يتقبل مثل هذه الأمور في دولة أظن أنها الآن تعيش في ظل ديكتاتورية، في ظل انقلاب الرئيس الحالي على جميع المؤسسات الديمقراطية للدولة، تجميد الدستور، غلق البرلمان. ما يمكن إلا هذا الرئيس أنه يبحث على الشرعية دياله من بعد الدول الديكتاتورية. مؤخرا الهجمات الجزائريين المقطع الفيديو اللي كانت منتشره مؤخرا، الجزائريين ناضوا يهاجموا صاحب جلاله الملك محمد. بالنسبه اليوم المغرب كما كنقولوا انه كيعرف واحد الديناميه، يسعى المغرب او سعى الى استماد الشرعيه ديالو على الاقاليم ديالو، قرارات ديال الدول الافريقيه تدعم هذا الشيء، واكبر دليل هو انسحاب بعض رؤساء الدول التي يعني لا يسعدنا ويشرفنا ان تكون دول صديقه بالنسبه للمغرب. اليوم المغرب سياده اقليميه ونبحث على السياده حتى في القرارات ديالنا، هذا يزعج البعض اللي التجأ البعض التصرفات السبيانيه تجاه المقدسات ديال الشعب المغربي، لان الملك خط احمر، والملك بالنسبه للشباب المغربي والشعب المغربي كافه يعلم المواقف ديالو. فالخطاب الاخير ديال ثوره الملك والشعب فكان قاسيا للبعض، فعادي ان يكون مثل هذه التصرفات السبيانيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله، معك جناح محمد رئيس جمعيه السلام المتطوعي للمسيره الخضراء. اليوم هنا حاضرين باش ندوا هذا العمل السيء اللي عمل هذا الرئيس ديال تونس، اللي هو لا علاقة له لا بسيادة ولا برئاسة ولا بدبلوماسية، ولا هذا الرئيس اللي جات لآخر لحظة وكيستقبل رئيس عصابة مكونة. احنا اليوم ضد هذه الفكرة هذه، وكنطلبوا بس نرسلوا السفير ديال تونس من المغرب. احنا كاع اللي كيهتجم علينا لا علاقة لنا به، اي دوله كتهجم على المغرب لا علاقه لنا بها، وكنطلبوا المغاربه كاملين باش يوقفوا وقفه واحده ضد هذا الكيان هذا، لانه الجزائر هي سبب هذا الشيء هذا، وهذا والجزائر اليوم كنعملوه في كفه واحده، تونس والجزائر صبحوا اليوم في كفه واحده ضد المغرب، ولكن المغرب دوله قويه ان شاء الله، وهذا الشيء ما غادي يصوروا منه والو. وشكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاسم جهه سعديه، مهاجره فاعله جمعويه بالديار الفرنسيه. كنتعاملوا مع جميع الجنسيات جميع الديانات الحمد لله، وهذا الشيء اللي دار رئيس الحكومه التونسي ما بغيناش وما فرحانينش ليه، لانه بغى يدير الفتنه ما بين الديانات وما بين الدول، لا العربيه ولا الاجنبيه. الى واحد عربي كيدير باش يدير الفتنه هكا في دول اوروبيه، لانه غادي نشوفوا دابا غادي نتصلوا بفرنسا وغادي نعرفوا اشنو كيوقع واشنو وقع من بعد ما هادشي كلشي اللي دار. علاش؟ لان كتعيشوا في فرنسا، يعني كنت نعم. كتشوفوا موقف الفرنسيين في القضيه ديال الصحراء المغربيه وحب المغاربه للصحراء ديالهم. حب المغاربه كلشي، حنا مغاربه كنقولوا الصحراء مغربيه،
وحنا وراء سيدنا مدام سيدنا كيقول الصحراء المغربية احنا وراه، ومرحبا والله الوطن الملك. والمشكل تاع تونس لانه أكثرية المغربيات مزوجين مع التوانسة، وسيدنا أعطاه باش نديروا الجنسية المغربية الوليدات المغربيات اللي مزوجين. دابا بحال لا غادي يكره المغرب في الجنسية ديال الأم، ومادا بينا هادشي كلشي الأمور ترجع المياه ترجع لمجاريها، ومادا بينا هذا خصو يتحيد ماشي غير ينسحب، خصو يتطرد طردا تاما. وحنا وراء سيدنا الصحراء المغربية الله الوطن الملك، وحنا تابعين بلادنا. فضيل العادي رئيس حركة نداء مولاي رشيد سيدي عثمان، ما غاديش نكون أكثر استفاضة في الموضوع لأن المسائل واضحة ومعروفة. الحمد لله الخطاب الأخير كان صاحب الجلالة نصره الله أشار على أساس أن اللي معنا رايبين على وجهه أنه معنا، اللي ما معناش يوضح المواقف ديالو الرسمية، وهكذا كان. الحمد لله بداو كيبانوا ارتباطا مع المؤشر ديال اللهم كثير حساد، أنا بداو كيبانوا الحساد، وخير دليل هما المواقف اللي كانت بغات تحاول دير الفتنه ما بين الشعب والملك ديالو، لا في الفيديوهات اللي دارت متسربات مؤخرا باش يبينوا بانه لا يستاهل انه يكون بديك الصيغه الملكيه ديالو بديك الصفه، ولكن تبارك الله ابان على حس مسؤوليه ويستاهل انه يكون انه يقود افريقيا المناصب العليا والمراتب العليا. وتبارك الله هنا تيبان الائتلاف ديال المجتمع المدني والسياسي والفاعلين المدنيين اللي جينا حنا لبينا النداء من اجل اننا ننسقوا حول واحد الوقفه، ولما لا تكون بحال الوقفات ضد بحال اللي دارت على النرويج، هي نهار دارت الاعتراف ديالها بهذا. اذا هذا الاستقبال ما علينا الا غنردوا عليه بكل قوه وبكل حزم، وهنا غيبان بان فعلا الشعب ملتف حول الملكيه وملتف حول القضيه الاولى اللي هي الصحراء المغربيه وحول المقدسات والتوابيت الوطنيه. شكرا. نعم، سي هامية موني من حركه الشباب الملكي المغربيه، ومن ابناء الجنوب المغربي. كان اليوم كان ناشد كل المغاربة أنهم يوقفوا معنا ونفيو، لأن كنفيو هذا الأمر اللي دار الرئيس ديال تونس. للأسف حنا كنقولوا كنا مغاربة، ولكن اليوم بان الموقف ديالنا بأنه ما كاينش مع المغاربة، ماشي يعني المغرب تنفى، وحنا ما غنقبلوش وما غنقبلوش وما غنقبلوش ان اي واحد كيف ما كان مهما كان المنصب ديالو انه يهيننا او ما يعترفش بالوحده الترابيه ديالتنا. كسفيره السلم والسلام في العالم، جانفيت توت لي بيرسون دو موند انتيي qui sont avec la cause de l'unité territoriale du Maroc à participer à ce mouvement et à être avec nous pour dénier ce que vient de faire Monsieur le Président de la Tunisie. Et merci beaucoup. Salam alaikum. اسم ديالك أمي؟ الباز ولاي أحمد، واحد من الناس ديال المقاومة ضد جيش التحرير مؤطر في الصحراء الغربية. تعيش حاليا في الصحراء؟ أنا بلادي هذيك، ولكني كنعيش في الدار البيضاء. الدار البيضاء. شفتي مؤخرا هذا التصرف اللي دارته؟ شفت مؤخرا وشفت مؤولا. نعم. من أولا وحتى الأخيرا باين الصحراء ديال المغرب. من حدود موريتان حتى الحدود الجزائر، وداخلة فيها هذاك الشيء باش قلت لك راني عدت تيندوف داخله المغرب، تيندوف ديال القبائل ديالي انا، واحد من الرقيبات اللي دافعوا على المغرب هنا، وانا من الاولين اللي كيدفع على المغرب، والان باقي على المغرب وباقي كندافع على المغرب من اوله. واحد من الناس ديال المقاومه وعضو جيش التحرير ومؤطر ديال الصحراء،
ورئيس ديال الرابطة الصحراوية في أوروبا. كتشوف حب الصحراويين للملك المغرب؟ كنشوف أنايا المغرب والمحبة ديال المغرب، وأنا في المغرب ونموت على المغرب وباقي في المغرب، وهذا الشيء اللي باقي في الصحة ديالي، راني باقي كندافع على قضية المغرب. الآن باقي عندي الأوراق ديال الرابطات الصحراويين، كنمشي لأوروبا باش كنعطي معلومات على الصحراء، باين الصحراء مغربية. ونهار دخلت الجيش التحرير كندافعوا على سمية المغرب، جيش التحرير كيضرب كنضربوا على سمية المغرب، وأنا عطيت المقاومة من هنا ودست الجيش التحرير، ما فراسي أنا كاع هاد الصحراء غادا تكون ديال شي دولة أخرى ولا كنعرفوها، بينها من المغرب بقات المغرب. نهار ناضي الصداع تاني هادي، أنا كنت في القضية ديال الصحراء مؤطر وضد أنا بوليزاريو، مؤطر ديالهم وتخاصمت مع دوك الشيوخ اللي كانوا يجوا، كان نوض أنا وياهم كنتخاصموا على قضية الصحراء، وأنا صحراوي رقيبي من الأصل ديال الصحراء، من عندي جدي ميت تما ووالدي وكل شيء ميتين في الصحراء، وفيهم كاع اللي داخل السانتور اللي هي، وكيعرفوه هما البوليزاريو، كيعرفوني أنا الباز مولاي أحمد ولد سيدي إبراهيم الباز، ومدفون في الصحراء راه في لا سانتور قاطع عندهم هما. ما أنا الصحراء هذاك ديك 4% ولا شحال اللي شادين هما راه فيها جدي، وبا مدفون، وجدي أنا الأصيلي في الصحراء، وجدي من أمي في الصحراء الداخل في جيتين العيون والنواحي ديالها، وكانوا غير حال، ما كان لا سكنة ولا والو. نهار جيت أنا هنايا جيت مع با وأمي، أنا جيت دري صغير، بأمي ماتت في سيدي بودربالة هنا في الغرب، وبا مات في الرحامنة، ورجعت أنا هنا للدار البيضاء، رباوني غير شي نصارى كنت معاهم، وباقي دابا الدار اللي كنت فيها رانا باقي فيها الآن اللي قاومت فيها. وفي شهر هذا شهر 5 هذا ديال هذا العام هذا، جيت دفعت الفردي اللي كان عندي ديال المقاومة، دفعته للبوليس، حضرت البوليس كاع الإدارات ديالهم تجمعوا وجاو تمايا وحفرنا وجبدنا ليهم في التاريخ فاش دفنوا قبل ما دخل الملك. هربت ملي بغيت نهرب، أنا ساكن مع النصراني، دخلته في الحيط، وملي مشى النصراني وبقيت أنايا تدهيت مع الصحراء وتدهيت مع نمشي لأوروبا على قضية هذه، ما ساليتش باش الراندي ساعة راندا والمقاومين، بقات حتى لهذه الخطرة مشيت علمت البوليس وجينا حفرنا، عطيته في هذا شهر 5 نهار 19 شهر 5 2022 اللي عاد راندي تسناح ديالي، وباقي الآن أنا مغربي صحراوي رقيبي من الأصل حتى الأصل، والسلام عليكم.